ولتكن مشيئتك كما في السماوات كذلك على الأرض. آبانا في السماوات قدوس اسمك من نيهن
شك دخلنا قد آني برخاشة بزاد الماتا والي زلي محكي ليك تمام انت هم لانداني مهيم الناي خرطة بشنا خسيا تترسر قد آني جميعي وكمشا خسلي تقصنو تدعيمانو زين وقشيوتة لبيهن تمهي من ناي دانت كم خافي وقام يسوع ذاكرا في يوم الأحد وترى أولا بمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين فانطلقت هي وبشرت الذين كانوا معهم وهم ينوحون ويبكون وهم إذ سمعوا بأنهن قلن أنه حي وأنه تراءى لهن لم يصدقهن بعد ذلك تراءى الاثنين منهم بهيئة أخرى وهما سائران منطلقين إلى بيعته وهما مضيا وأخبرا البقية ولا لهذين أيضا صدقوا أخيرا تراءى للأحد عشر وهم متكئون وبكتهم لقلة إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين أبصروا قد قام وقال لهم انطلقوا إلى العالم أجمع واكرزوا ببشارتي في الخليقة كلها فمن آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يدان وهذه الآيات تدعو الذين يؤمنون باسمي يخرجون الشياطين يتكلمون بألسنة جديدة يحملون الحيات وإن شربوا سما مميتا فلا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون ومن بعد ما كلمهم الرب يسوع صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله أما هم فخرجوا وكرسوا في كل مكان وكان الرب يعبدهم ويحقق كلامهم بالآيات التي كانوا يصنعون The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark. Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons. She went out and told those who had been with him, as they mourned and wept. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it. After this, he appeared in another from two of them as they were walking into their country. And they went back and told the rest, but they did not believe them. Afterward, he appeared to the 11 themselves as they sat at table, and he upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. God bless you all. Thank you for coming and they know each other. Why are you looking for your wife? What about you? You're coming new, right? How come you feel?
شئنا فيلو شئنا فيلو وشئنا بينا في كله على بارخ روخي مريم عمي روخي وخوشا بمريخة كله ونحن في البارد للجميع. اليوم تقريبا وصلنا الأحد السابق من زمن القيامة وخوشا بتشوقة القيامة يعني ست أسابيع بدنا نتكلم عن القيامة. اليوم أحد الأخير من هذا الموسم موسم القيامة. فاليوم أبونا يقعد وأسمع عليكم أنتم شرحتوا العمود خلال هالست أسابيع اللي صار. شو تقولوا؟ أنتم حاضرين؟ من اللي بيحكي لي خلص قيامته من خلال نص الإنجيل مو من خيال الواسع، لا لا، من خلال نص الإنجيل. راح أسأل أسئلة كثير. إنجيل منو اليوم كان؟ عيد مرقس. مرقس قليل يجي قصة ياكي مرقس الطقسة دي لا رابع ونزيل يقول لك مختصر ولا مختصر كل وشمالي كم قادم لك كم عاود لك خمسة مرقس قليل يجي في طقوسنا واليوم اجى منطقة مختصة لهاي ست أسابيع اللي احنا بدنا نتكلم عنها القيامة. ليه إذا تتذكرون النص ماذا قال؟ صباح الباكر النسوة ذهبنا إلى القبر حتى يسوون الواجب. شنو الواجب على النسوة كانوا يعملونه؟ بالعادات لحد الآن هاي التقاليد أخذناها. شنو هي التقاليد؟ بعيد عن الكل، إذا صارت دفنة عادة النسوة ما يسعدون على يوم الدفنة، يسعدون ورا الدفنة يوم الثاني. يسعدون بس الرياجين. بس هسا الكل الشارع. الكل الشارع. فحلو المشاركة هي، بس بالأول وبالعادة هسا عند الكنيسة الشقيقة مالتنا الكنيسة الآثورية تقريبا ما يسعدون النسوة، يسعدون بس الرياجين، وثاني يوم او ثالث يوم يسعدون النسوة. بس يمكن صرنا في بلاد المغرب والاختراع انه كل دعوة. فإن نقطة عادات وتقاليد، هاي العادة النسوة رادوا يكملون الواجب مع يسوع، لأنه اندفن مات يسوع على الصليب فما عملوا الواجب اللازم مع يسوع من الغسل والتحنيط ووضع البخور، كل هاي الواجبات ما سووها. والتلاميذ كانوا خايفين يروحون من اليهود من الرومان فاضطروا النسوة يروحون. النسوة يروحون وهم بالطريق. منو يدحرج الحجر منو يدحرج؟ لأن قسم الكتاب يقولون ثمان أشخاص وضعوا الحجر على الأرض. منو راح يدحرج الحجر؟ أي نقطة. النقطة الثانية أنه راح يروحون أكو حراس هناك، شو راح يسوون؟ بيخافون. فأكو نقطة معصية قدامهم. منو كان نيقاديموس؟ منو نيقاديموس؟ تلميذ يسوع تنصر منصور منصور جاء فريسي جنب كان قائد جيش كان قائد او كان قائد مسؤول للسنترين هم فاذا كان يروح تلميذ يسوع بالسر عند يسوع فطلبوا جسد يسوع ما خاف في قادموس ولا يوسف الرامه ويقولون قسم كتب انه يوسف الرامة راح قد جسد يسوع وضعه بالقبر وهذا القبر هو كان مخصص الى يوسف الرامة ما كان قبر يسوع كان مخصص الى يوسف الرامة وهذا القبر متكون من مكان الغسل والحنوط والبخور اللي يحطوها ومكان الغرفه الثانيه اللي يحطون الجسد الميت فيدخلون غرفتين فمكانين فهذول النسوة يفكروا منو راح يدحرج الحجر وشو راح نتجاوز الحراس ف
فبيوم الموت يسوع كانوا بيراقبون الناس وين راح يخلوه يسوع، فإذا عرفوا المكان المعرفة كثير مهم. احنا اليوم نعرف يسوع يا دخل يشوع يا لا، وان اي قران يا دخل يشوع هذا حوار دينية. اي شخص يقول عن يعرف يسوع قارن اعماله، هل هي مثل ما طلب من عندنا يسوع ام لا؟ المعرفه خوف، الخوف من الحرس، لانه اليهود خلوا حرس على احتمال التلاميذ يجون يسقون يقولوا قاموا من الاموات. الخوف، هل احنا نتجاوز هذا الخوف بحياتنا مثل ما عملوا يسوع؟ والا احنا نخاف على مصالحنا. اترك الايمان على جنب، نخاف على مصالحنا وبس. هسع وين صاير احنا من المعرفه والخوف؟ اذا نعرف يسوع او نخاف. نخاف على مصالحنا، حياتنا الشخصيه. من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. ومن يعترف بي اعترف به امام ابي وملائكته في السماوات. من يعترف، شوفوا. فاذا شان الخوف والمعرفه الموجوده داخل المسلم. لما راحوا للقبر، اليوم بواقعنا الحالي نروح للقبر بعيد عن الكون، اكو ميت او نزور ميت، نروح نبكي على هذا القبر. زالنا البثوره باخذ بخيل كثير، باخذ كبيره لانه خا عزيزه تزل منا. بينما زالنا زال القبر مارا، اكثريتهم منكم راح الى اورشليم زالين قبر المسيح. ايش بنشوف؟ قبر فاضي. ما رح نبكي هناك، رح ناخذ قوة ورجاء وأمل وفرح وسعادة وسلام داخلي نعيش. شلاما إما زال القبر مرة كرأشوا بشلام، وثريتنا رايحين إلى قبر المسيح وراجعين مع كل الاحترام مثل ما رحنا بجنة. ما تغيرنا، ما تغيرنا يا اخي. بركه القبر المسير اخذتها ولا يزال الحقد والكراهيه والحسد والانانيه والطمع والكبرياء و و و. ليش احنا نعرف؟ ليش اقول؟ هل لازم نغير في حياتنا؟ ما بدنا نتغير، ليش؟ لهذا سبب اليوم مرقس جمع كل هاي الاسابيع السته حتى نحس احنا وين صرنا من هاي الاسابيع السته. وين صرنا؟ هل يا ترى احنا نؤمن؟ ما نخاف؟ نعترف بيسوع؟ ام لا زلنا لابسين الخطيئه وبعيدين عن يسوع؟ فالقبر كان يروحون الناس اليوم يبكون، بس اليوم نروح على قبر المسيح فارغ مليء بالسلام، مليء بالامان، مليء بالمحبه، بالخشوع، بالتامل، بالصلاه. هاي ما موجوده، ما تحسها. لما وصلوا النسوه راوا الملاك، سالوا فكروا حارس ما عرفه هو ملاك، سالوا قال تطلبون الحي بين الاموال؟ شلون انتم؟ ما اعرف شلون تطلبون، اكو واحد انسان حي ليش جاي انت على المقبرة؟ ما هو النانا؟ مسيحنا حي، شيء حديا بخايل للميثاق. مسيح حي، ما موجود هنا انا، روحوا. تقرون انجيل مرقس نص 16 الايه 7 لما قام يسوع من بين الاموال قال للنسوة: اذهبي اذهبنا وقلنا لتلاميذي وبطرس. شوفوا اتمنى تراجعوا هاي الايه بالضبط، فصل 16 ايه 7 انجيل مرقس. يقول يسوع: اذهبنا وقلنا لتلاميذي وبطرس.
ثم امروا كالتلاميذ وبطرس. ليش بطرس مو واحد من التلاميذ؟ مو واحد من التلاميذ؟ ليش خلى وحده؟ ليش ما قال بس روح قولوا للتلاميذ؟ ليش ذكر بطرس؟ ليش؟ ليش؟ كنا كيرا تعيشوا كنا كيرا فخشو يا بطرس خشو يا بطرس مع كلام التلميذ لأن نكروا نكروا ليسوع ففكر فكر بطرس انه بعد ما رح يصير مع المجموعة هو بعيد او خارج عن هاي التلاميذ لما نجوا النسوة وشافوه بطرس قالوا قام المسيح ما موجود هناك ايش عملنا احنا؟ ما صدقوا من هو احنا؟ اذهبنا وقلنا لتلاميذي مو بس بطرس لكل واحد من عندنا اليوم لكل واحد من عندنا كل اليوم واللي بده يشاهدونا بده يسمعونا ان المسيح حي قام ليس ها هنا شيء حكمنا ليلى عارف صمور فاذا بطرس هو يمثل كل واحد من عندنا ليش يمثل كل واحد من عندنا؟ لأنه ننكر يسوع نرجع على النقطة الأولى مصالحنا أو خوفنا اليوم يسوع يقول اذهبنا فإذا النسوة أنتم النساء لكم دور عظيم في المسيحية عظيم عظيم تعرفوا شو كان عظيم؟ نقلتوا بشرة القيامة إلى التلاميذ اللي التلاميذ خافوا ينقلوها فلا تكونوا سلعة رخيصة حافظوا على هاي القوة مالتكم اللي يسوع أعطاها لكم حافظوا عليها هاي النقطة وخلي يحترمون الرجال نساءكم احترموا اعطيهم رجال نساءكم وبالمقابل أيضا النساء تحترم رجال مو يصيروا أبو ناس يضحكون على رجال على النساء المسيح لما ظهر إلى تلميذي آخرين كانوا يذهبون إلى قريتهم شوفوا يسوع لحق تلميذين لأنه ليجبر مثل بعد ما هو أمل يرجع يسوع اقتل يهود ديهن وزل دار الماخ ديهن تلميذي عماخ رجعوا إلى قريتهم هم اللي يرجعون لحقهم يسوع ما قال ليش انتو حزانه؟ اليوم هذا سؤال لنا ليش احنا حزانه؟ ابتعدوا وافعدوا المسيح قام ليش احنا حزانه لبعض؟ مثل هذا الشخص اليوم راح اوقف شوي دقيقه مثل هذا الشخص اذا يتكلم نكته مسح حياته وراح نخرج ضحك وثاني اذا نتكلمها نفس النكته يمكن من 70 واحد هنا انا 50 واحد ممكن يسبقون 50 ثاني يمكن يضحكون 25 وثالث يوم إذا نحكيها نفس النقطة هاي بايخة سامعين هذه يسوع قام ليش نضحك؟ ليش ننقهر؟ يسوع قام فيسوع لما لحق التلاميذ ليش أنتم حزانة؟ لماذا أنتم مكتئبين؟ أنت غريب؟ إحنا غربة إحنا اليوم غربة لأن ما نعرف يسوع فالشخص اللي ما يؤمن بالكلام الأول اللي قلنا له بالقيامة الشخص اللي ما عاش آلام مع يسوع المسيح ولم يقم معه لا زال ميت في الخطية لا زال هذا الإنسان ميت في الخطية وبخه ومعرفه بدأ يسوع يشرح الكتب الأمر من الأنبياء والمزامير والكتب يشرح بعدين متى عرفوا يسوع لما كسر الخبز لما انكسر هذا هو القداس هذا هو القداس عادي لراسه قازوت قريبه عمريقه قريبه شريحه قريبه لبنانيه بشنا الملوبه بعدين بعد ما خلص الملوبه هي يسوع قرأوا تلميذ يسوع عمل يسوع قرأوا العهد القديم العهد الجديد وتعليم بعدين راح نكسر جسد ودم ربنا يسوع المسيح هذا هو القداس لما عرفوا أثناء الكسر ذات الليلة ماذا يقول الإنجيل
رجعوا إلى التلاميذ قالوا شفنا يسوع. ما آمنوا. إيش تنزل معها؟ إيش تنزل معها؟ لحد الآن الخطيئة مسيطرة عليه. لحد الآن حجر القبر على حياتنا، على قلوبنا، على عيوننا، ماذا يقول؟ لما ظهر يسوع للإذاعة تلميذ وضخهم ماذا قال؟ على قساوة قلوبهم. قشيوزة لبنان اليوم ما قيوف قش ياخذي. قد احنا قلوبنا قاسية اليوم. لأنه ماذا نفكر واحد بالله. ماذا نعيش هاي المحبة. أريد أعيش هذا السلام، هاي المحبة. نربطها بواقعنا الحالي اليوم، صار لنا سنة ونص احنا في بانداميك وفيروس كورونا، هاي سنة ونص بعيدين لا زلنا الكره مسيطر علينا. ليش يا اخوتي؟ ليش يا اخواتي؟ ليش يا عمي؟ ليش؟ ليش؟ اتألم. وهي الي هاي مو بس الي انا. يوبخنا يسوع على قساوة قلوبنا، لأنه ماذا نؤمن؟ ماذا نؤمن؟ والذي يؤمن بيسوع المسيح ايش راح يصير فيه؟ او تمهيني ما بعرف قهوه ما اعرف انت اللي يؤمن بيسوع المسيح ايش راح يسوي معه؟ ينال الحياه الابديه، بس ترينا قلنا شنو هو؟ يعمل الاعمال شنو هاي الاعمال؟ ذكرناها بالانجيل، نص الانجيل بالاخير قريناها. يلا اعترف بين قدامنا قريناها بالنص السم السم يجرب السم يجرب السم يجرب اوكي السم شو السم ما راح يعرفه بعد قالوا بس اس على النص اللي ذكرناه بعد قلنا شرب السام بعد يمسك حياه بعد يتكلم بلغات بعد مغفرة الخطايا شياطين قبل شياطين بعد أكو بعد الكاهن لما يجي الكاهن قلوا أبونا صلي من أجلنا أو خلي إيدك وصلي تضعون يضعون أيديهم على الناس ويصلون فيشفون من أمراضهم شوفوا فإذا يحملون الحياة ما يخافوا شنو معنى يحملون الحياة؟ أكو قسم ناس يشيل إذا شافوا حية بالتلفزيون يطفون يخافون لا تطلع عليهم شلون راح يحملون الحياة؟ بيدين ولا خافوا نعم إيه الحية ترمز إلى الحكمة بس هنا شو يقصد بيحملون الحياة وما يصير بهم شيء الإنسان المؤمن يحمل الحية معناته يحمل المشاكل والصحار والتعب كله ما يصير بهم شيء ويتكلمون بلغات مو الكاهن واقف هنا يتكلم لغة الشعب كله ما يفهمها لا لازم الكاهن يكرس بكلمة الكل لازم يفهم الكل لازم يفهم مو قسم وقسم فالتكلم بلغات هي توصيل بشرى الكلام بشرى الانجيل الى العالم اجمع ويشربون السم يعني قد ما يشربون هاي مراره الحياه ما راح يحسون بها الانسان المؤمن ويضعون ايديهم على المرضى فيشفون اليوم اخوتي احنا في واقعنا الحاضر وين احنا من هاي النقاط؟ وين صرنا؟ هل يا ترى نرجع الى اول نقطه؟ الخوف والمعرفه. نعرف مكان يسوع واكو خوف.
هل يا ترى احنا نعرف يسوع ونخاف على مصالحنا ام لا؟ فاليوم اخوتي مرقس انطانا درس كلش قوي. مرقس لا اقصد انجيلي، مو ما اقصد اي واحد اسمه مرقس، لا لا اقصد مرقس الانجيلي. فمرقس الانجيلي انطانا درس بالحياه الايمانيه بقيامه يسوع من بين الاموات، وتقريبا هذا الاحد الاخير من موسم القيامه. المسيح قام حقا قام، ونحن شهود على ذلك. آمين.